مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. اليوم غنتكلموا على كاس العرش ومنافساته، وغادي يحضر معنا في الاستوديو الايطالي الوطني رشيد الغفلاوي لتسليط الضوء على هذا الحدث. مرحبا بك سي رشيد معنا. شكرا لك، ولا شرف كبير ليا باش نكون معكم في البرنامج ديالكم انفاس سبور. سي رشيد، تابعنا البارح التاهل ديال فريق الجيش الملكي على حساب المغرب الفاسي، واش نقدروا نقولوا بان هذا التاهل هو تحصيل حاصل او ان نتيجه المباراه بحال اللي كانت متوقعه؟ اكيد اكيد، فهي نتيجه كانت متوقعه ونتيجه عادله في ظل الموسم الاستثنائي اللي قام به فريق الجيش الملكي بالاطار ديالو التونسي نبي. اذا الجيش قام بموسم جيد، ضيع لو تيتر ديال الشامبيون في اخر العام فاس لصالح الرجاء. المقابله البارح ضد المغرب الفاسي كانت مقابله تنظن بانه خاص كان لابد انه تحسم لصالح الجيش الملكي في ظل باش يخرج على الاقل بان تروفي في هاد لا سيزون اللي كانت اون سيزون ممتازه بزاف. المغرب الفاسي كيف تشوفي المغرب الفاسي في ظل الحموله التاريخيه ديالو مع الرئيس ديالو والمشاكل اللي مر بها، وتركيبه متوسطه جدا. اذا كان بالنسبه لي انا شيء عادي لانه الجيش الملكي امر للمباراه النهائيه. يعني كنت كتشوف ان الاداء ديال فريق المغرب الفاسي كان متواضع في مباراه امام الجيش الملكي؟ اكيد بانه الاداء ديال المغرب الفاسي كان متواضع على طول السنه، لانه كان يمر بمشاكل كبيره بزاف، لا على مستوى التسيير الاداري، لا على مستوى السيولة المالية اللي ما كانتش عنده، كانوا صراعات بين الجماهير وبين المكتب المسير، لاعبين كيف تنقولوا سواديزون ما تيحققوش الطموحات ديال الجماهير في المغرب الفاسي. كل هذا اثر بشكل كبير، كذلك التغيير ديال المدرب في اخر لحظة سكيتيوي ومن بعد جاب سلطانة، وداكشي كل هذا اثر على فريق المغرب الفاسي وخلاه يمر من ازمة نتائج. سي رشيد، إذا بغينا نتكلموا على الجانب الذهني، باش نقدروا نقولوا أن المغرب الفاسي من يوقف أمام خصم من قيمة الجيش الملكي، واش هذا الأمر خلى المباراة تكون صعيبة عليه مثلا؟ بالعكس، العامل الذهني كان تيلعب بجانب الجيش الملكي، لأن يعني الجيش الملكي فقد الدوري في آخر العدد، هذا كان عادي يأثر عليه وأثر عليه بزاف، لكن شفنا بأنه رجع في هذه المقابلة وحقق الأهم هو المرور للمباراة النهائية. لهذا ما تيبان ليش بانه العامل الذهني كان بجانب المغرب الفاسي، بالعكس كان بجانب الجيش الملكي. سي رشيد، الا بغيت نتكلم معك على المباراه ديال مولوديه وجده والرجاء الرياضي، على الورق كيف كيقولوا متوقع ان النتيجه ستحسم للرجاء الرياضي، ولكن كاين اللي كيقول لك انها تقدر تكون مباراه تقر بحكم ان اخر جوله من مباريات البطوله اللي على ضوئها تم تتويج الفريق الاخضر الرجاء الرياضي كانت امام مولوديه وجده وانهزم وغادر قسم الصفوه. واش كيفاش في اي بلاصه نقدروا نصنفوا واش مباراه تقر ولا انها حتى هي بحال كيف شفنا اداء المغرب الفاسي امام الجيش الملكي، خاصة أن الخصم هو الرجاء البطل المتوج اللي دار واحد الموسم استثنائي بدون هزيمة، كيفاش تشوف هذه المسألة هذه؟ بالنسبة لي أنا مباراة كأس العرش فتختلف كليا على مباراة البطولة. مباراة البطولة يكون عندك كالندرية ديال 30 ماتش، فهمتي؟ ما جبتيش في هذه المقابلة تقدر تعوض في ظل الأهداف المسطرة مع المكتب المسير ديال النادي ديالك، لكن في مقابلة كأس العرش فما تقبلش القسمة على 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 اثنين. المولودية الجدية في اخر مقابله في الدوري تلاقاو مع الرجاء كانت عندها ديك لونفي ديك لاغاج دو فانكر باش تدي الشامبيون باش تحسمها، ايزون بيان دوميني لو ماتش كومبليتمون. اذا كان تيبان بانه كاين فرق حتى في لاكاليتي انديفيديوال دي جوار بين الرجاء وبين المولوديه الجديه، كانت النتيجه صالح الرجاء، لكن هذه مقابله ديال 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 الكاس. دونك هنا غادي نقدر نتكلم عنها على هذاك لو كوتي مونتال. علاش؟ لان مولوديه وجده الان العام الجاي غادي تلعب في الدوري الاحترافي الثاني، مونتالمون لي جوار مهزوزين، لي جوار ما عارفينش شكون اللي غادي يبقى شكون اللي غادي يمشي. بالنسبه للفوزي جمال كان احباط كبير بزاف، مالغري انه تنقول الفوزي جمال برافو، سي ان كوتش اللي استحمل لا بريسيون، استحمل بزاف ديال الضغوطات، مالغري انه مولوديات وجده كانت تتعاني بزاف في ظل تشتت مكونات النادي من مسيرين، لانه كان السيد هوار مشى، جات لجنه مؤقته من بعد مكتب، كل هذا اثر. تنعرفوا الكره المغربيه كيفاش تتجرى، يعني لونتوغاج تيحكم فيك بزاف. لهذا ما تنظنش بانه غادي تكون مقابله كبيره من جانب مولوديه توجده، الا كي تنقولوا هي كان هذاك لو كوتش مونتال و
لو كوتش الا بيان ميتريزي سون فيستيال ويوصلهم لهذاك الطوب دو كونسونطراسيون باش يقدروا يجيريو الرجاء اللي دروكا في ابا حله كي تنقولوا ديالها. بزاف ديال الناس كيتوقعوا نهائي غادي يكونوا طرفيه هو الجيش الملكي والرجاء الرياضي، واش كتشوف انت هذا التوقع هذا؟ انا تنشوف بانه هي كان هذا النهائي لانه الجيش الملكي ديجا في لافينال ديجا اون اتون كنتسناو لو دوزيام ادفيرسير ديال الجيش. كان هذا النهائي بين الرجاء والجيش فغادي يعطي صوره مميزه للكره المغربيه. نتمنى من الله باش ما يقولوش بانه كاين الويكلو وكذا وكذا، لانه الكره فرجه والفرجه هي الجماهير. انتما تشوفوا بانه الديربي بين الوداد والرجاء فقد هذاك الرونق ديالو، فقد بزاف تاع البطوله كلها الوطنيه فقدت هذاك الشيء في ظل الويكلو وسد الامن كذا مشاكل كذا كذا، لهذا هذا ما فصلحش الكره. هي مساله اللي ملاتها ظروف تنظيميه، الملاعب تخضع للاصلاح بحكم ان المغرب عنده ارتباطات باستحقاقات رياضيه دوليه بحال الكان والمونديال. اكيد متفق معك بانه كاين اكراهات، ولكن كاين في ملاعب اللي ما كانتش اكراهات وكان الويكلو جديده ما كانوش اكراهات وكان الويكلو. كاينين بزاف ديال 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 الملاعب كانوا ملاعب اللي طراو فيهم مشاكل وما تدارش فيهم الويكلو. اذا حنا كدوله مغربيه قويه سيرتو من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الامن، هذا معروف دوليا، اذا ما نقدروش نجيرو مقابله كبيره كالوداد والرجاء. لكن الناس مسؤولين على 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 تسيير الكره المغربيه كي تنقولوا اهل مكه أدرى بشعبها، حنا كمتتبعين ولا كتقنيين تنبغيو هذيك الفرجه، والفرجه راه هي الجماهير. اذا نتمنى من الله باش كاس العرش هاد الكاس العزيزة على جميع المغاربة باش تكون بجمهور ان شاء الله وتعطي هذيك الصورة الحقيقية للكرة المغربية. وهذا ما كنتمناو سي رشيد، بغينا طبق كروي شيق بحضور جماهيري ان شاء الله. سي رشيد بغيت نسولك على الصراع على اللقب، تكلمتي على المستوى ديال الجيش وديال الرجاء، كيفاش تابعتي انت الامر؟ كيفاش كنتي كتشوف؟ استغرتوا هذيك ان الصراع بقى حتى لا ديغنيغ حتى الجوله الاخيره وبقى الفريق هو نقطه واحده. دونك انا كيف تنقول دائما بانه بعض كيف نقولوا الاشخاص ولا المحللين ولا المتتبعين للشأن الرياضي في المغرب كيشوفوا بانه كانت بطوله متوسطه. انا تنظن بانه كي قلت لك هذاك الرونق وهذاك لانه اش اللي تيعطي لونفي لونفي جوي بالنسبه لان جوور هو هذاك الجمهور. اذا هذا كان عامل من العوامل. كذلك المشاكل والتخبطات اللي عاشتها او نيفو ديال 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 البرمجه، او نيفو ديال البرمجه اللي عاشوها مشاكل وتخبطات كذلك اثرات ليتيج اللي كاينين بالنسبه للانديه وشح الموارد الماليه، ولا بين قوسين بغيت نقول ماشي شح الموارد، كاينه موارد تعطيها على فيدراسيون ماروكين دو فوتبول، ولكن تسير عند بعض الفروق ما كانش في المستوى وفي الطموحات اللي يقدروا يجروا السنه دي. كل هذا اثر على 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 البطوله وخلى باش تكون الرجاء والجيش كي تنقولوا حنا ومعهم بركان، مالغري انه النهضه البركانيه حتى هي تراجعت لانه في ان سيغتان مومون كانت مشات بواحد لي لون اللي كبير بزاف، وتعرفوا تسير في النهضه البركانيه كيفاش دار ولو سونتر دو فورماسيون اللي على هوتور او نيفو دو توت لافريك وبزاف ديال الامور. لكن هبط المستوى ديالها سي لو فوتبول، تيكون المد وتيكون تيكون تيكون الجزر، لهذا خلات الساحه يكون فيها الجيش والرجاء. واكبر غائب كان عن الساحه الكرويه هو نادي الوداد البيضاوي في ظل بزاف المشاكل اللي وقعوا ليه. اذا هذا تحصل حاصل، لهذا بقات الرجاء والوداد هما اللي كي تنقولوا حنا صوفوا الرجاء والجيش بليتو، هادو هما اللي صوفوا الموسم الرياضي 23 24 في المغرب. سي رشيد الا بغيت نسولك شنو هما الاعطاب اللي زعما كتشوف خاص الموسم الجاي القيمين على الشأن الكروي يتفاداوهم باش نشوفوا صوره احسن من اللي شفناها في هذا الموسم؟ هذا اضرابات، جدل تحكيم، مجموعه ديال الاشياء اللي ميزات هذا الموسم هذا. دونك في رايي الشخصي تنظن بان اول حاجه هو تكون برمجه اللي معروفين لضد ديال المقابلات ديال المؤجلات، مالغري انه انا ما تنشوفش بانه لي زونترينور دوف بازي ولا لي كلوب دوف بازي على هاد لو فولي هذا ويديروا شماعه، لانه انا في افريقيا
مريت من هذا المشكل ديال البرمجه. كنا غادي نمشيو نلعبوا سواء في 2015 ولا 2000 ولا 2017 كنا غادي نلعبوا لا كومبيتيسيون كاف، وكنا تاجلوا مقابله بحكم النادي اللي كنت معاه كان اكبر نادي في النيجر وكذا وكذا. اذا هادو اشياء كاينه وحاضره في في في, في اللعبه. انا جو بونس بانه اللي خاصو يكون خاص تكون حكمه في التسيير في الموارد الماليه في بزاف ديال الامور خاصها تكون. وتنظن بانه الساحه الكرويه المغربيه ما ناقصاش كفاءات اللي يقدروا يسيروا ويوصلوا بالنوادي المغربيه لهذاك المستوى اللي تطمح له الجميع. سي رشيد، تكلمتي على الدوريات الافريقيه وتبعد ذهني واحد السؤال. بغيت نعرف رايك في المد يعني الحضور ديال اللاعبين الافارقه في البطوله الاحترافيه، كيفاش كتشوف؟ بالنسبه لي انا الحضور ديال كاينين اللاعبين اللي يستاهلوا يلعبوا في 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 البطوله الوطنيه بحكم معرفتي الكبيره باللاعبين الافارقه، وكاينين اللاعبين اللي ما يستاهلوش باش يكونوا في، بكل صراحه ما يكونوا ما يستاهلوش في يكونوا في البطوله الوطنيه بقسميها، سواء الاول محترفين سواء الثاني محترفين. باش ممكن تقترح مثلا؟ لهذا انا كنت دائما تنقول بانه سورتو او نيفو دي كلوب كومبيتيتيف في لي كومبيتيسيون كاف ضروري تكون اون سيلول سبيسياليزي في لافريك بور لو ريكروتمون بور لي رابور بور تا دو شوز. بزاف ديال الحوايج ضروري خاص كيف دروكا تولينا تنقولوا تنشوفوا ان اونترينور مونتال تنشوفوا دو كيني تنشوفوا، خاص تكون واحد اللي جاينا سبيسياليزي في لو فوتبول افريكان سوب ساحاري. تتابع المساله ديال الانتدابات اللاعبين اللي يستحقوا، تتابع الانتدابات اللي تخلق هي ومنقبين هو هما ولي سكوتينغ يكونوا اون باراليل، اللي تجيب دي رابور اللي تفاسيليتي لا تاش بور ان كلوب هي كان غادي او نيفو د لافريك باش تعرف فين تحطو وفين كذا وفين كذا وتجيري لونتوراج ديالو. بزاف ديال الاشياء، اذا حل الوقت سي لو مومون او جامي. سي رشيد، شكرا لك على الحضور ديالك معنا ورسالة البيت الدعوة. كنت سعيدة بالاستضافة ديالك. الله يبارك فيك، شرف كل ليا. شرف لينا حتى حنايا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء في عدد جديد.